بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوة السلام عليكم، تحياتي إلى جميع متابعي الصفحة. جماعة عندنا هذا محرك 1.9 سامبل مشيو تربو، لاتوت فيه لاسيستي لاكليم لاتوت. هذا يا جماعة عنده بروبلم في الميكانيك، هذا سمح نهبط المحرك. كي عاود نهبط المحرك سقسيت مولاها، قلت له اسكو لاكليم تاعك يمشي ولا لا، باه ما نضيعولوش الكاس تاعو تاع لاكليم كليماتيزر. قال لي لا، قال لي كان يمشي في الصيف لاباس عليه، ومن بعد عاد ما يمشيش. سقسى بعض الاخوه قالوا له عندك كومبليسر تاعك بدا يعيا. يعني كي بدينا نفتح احنا في الموتور، ثم قلنا نهبطوا المحرك كومبلي بيه بلاكليم كلش. كي بدينا نفتحوا شوفوا يا جماعه المشكل وين لقيناه تاعو، تاع حتى نحبس له لاكليم وعاد ما يبردوش. شوفوا معايا هذا الرادياتور تاع الكليماتيزر، شوفوا المشكل وين. كيف ما حتى تقعر له هنا الرادياتور تاع الكليماتيزر، كاينه واحد الترافيرسا تركب هنا اللي تحكم الرادياتور. ها هي وين الترافيرسا يا جماعه، هذه الترافيرسا تدخل هكا، تدخل هكا. شوفوا يا جماعه الترافيرسا هذه ما لقيناهاش محاكمه في بلاصتها هنا، عندها دو بولون. شوف بولون يحكم منا وبولون يحكم منا، نورمال مو هي تدخل هكا، تدخل في البولون. هذه الترافيرس لقيناها مارسا كيما كان، والرادياتور تاعها كان هكا. شوف وين قاعد تقيس له. ها